tijd doorweeg. Yeah. انا يحيى المصري، اقوى لاعب كونغ فو في مصر. مجنون باللعبه دي من وانا لسه في بطن امي. انا جمعتكم النهارده عشان اقول لكم ان انا قررت الاعب فو مانشي. يا هبل يا ابني فو مانشي يا ابن الذين. انت مجنون يا عم، ده صيني صيني. فو مانشي يا ابن الذين. انت مصري فعمرك ما هتبقى زيه. ده بيلعب وهو مغمض عينيه. يا ابن الذين. انت مجنون. فهم بقى عمل حلو سيني. الحاسة السبعة صح؟ اسمع افكاره، دي اسرع طريقة هتخليني في نفس مستوى فو مانشي. طلبك بسيط. طب وما عملتوش لنفسك ليه؟ ومين قالك؟ قول حاجة في سرك. شبلانجا. ومعانا الآن المطربة الحائزة على لقب أقوى مغنية لهذا العام، رحبوا معايا بالمطربة فيكي. صوت أصيل وقوي بصراحة، بس على فكرة انتي عاملة نيو لوك هايل. انا عامل نيو لوك وبروح الجيم كمان. احب اعرفكم بفرقتي، انا معاهم من قد كده ومصحف. كابتن يحيى ده اقوى واحد فينا. نتفرج سوا على الاعلانين. He is smooth like a snake. He is hot like fire. And when he goes angry, your life will be. ايه اللي انت عامله في نفسك ده؟ نفسي صحة. Thank you.
ايوه واتساب مع النجاه.